ونتابع الآن على الهواء يعني هذا الموكب، موكب الرئيس السيسي، وهو يصل الآن إلى مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأيضا قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و18 من مايو الجاري على التوالي. هذا بالإضافة طبعا إلى لقاء قمة سيجمع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي ماكرون للتباحث حول عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا. من المنتظر أيضا أن يلتقي الرئيس بعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين وعدد أيضا من رؤساء الشركات الفرنسية العالمية لدفع التعاون الاقتصادي المتميز بين مصر وفرنسا. إذن وصل الرئيس الآن الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وكان قد وصل منذ قليل إلى مطار العاصمة الفرنسية مطار أورلي. إذن مشاهدينا كنا نتابع وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصادات الإفريقية. إذن مشاهدينا لمزيد من النقاش والمتابعة حول هذه الزيارة ينضم إلينا هاتفيا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق أرحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية بداية وبعد التحية، يمكن زيارة مهمة جدا لحضور هاتين القمتين الإفريقيتين والمتعلقتين بالقارة والدول الإفريقية، أولهم المتعلقة بدولة السودان والثانية لمساعدة الدول الإفريقية لتجاوز هذه الأزمة، أزمة كورونا. دكتور طارق في البداية كيف تنظر إلى زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة الفرنسية باريس وأيضا مشاركته في هاتين القمتين؟ وبالتأكيد طبعا زيارة السيد الرئيس إلى باريس زيارة مهمة لأنها تكتسب طبعا دلالات وأمور متعلقة بنمط العلاقة المصرية الفرنسية أولا على المستوى الثنائي وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى المتعدد بالنسبة لما يهم فرنسا ومصر في هذا التوقيت. طبعا السودان دولة مهمة بالنسبة لمصر، ومصر شاركت طوال الفترة الأخيرة في دعم السودان ودعم خطوات المرحلة الانتقالية، وتواصلت اللقاءات السياسية والدبلوماسية
والاقتصادية لإعادة دمج السودان في المنظومة الإقليمية والدولية، خصوصا بعد إعادة استعادة السودان لموقعه الدولي وبداية يعني التعامل الدولي كنظام مقبول. المرحلة الانتقالية كما تعلمي للسودان حظيت بدعم مصري كبير، كانت هناك زيارات مصرية على أعلى مستوى ثم زيارات لوزراء، الوزراء طبعا في حكومة الدكتور مدبولي، وكان هناك دعم مباشر وتوجيه من السيد الرئيس